مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الجلميم. كيف ما كتشاهدوا معنا جبال رملية ونخيل وأجواء رائعة هنا من الصحراء المغربية. ثم كيف ما كتشاهدوا معنا الأجواء كيفاش دايرة، واليوم الجمعة، كنتمنى إن شاء الله جمعة مباركة لكم. الناس اللي كيتابعونا خليو لينا في التعليق اش من مدينة مغربية كيتابعونا. هذا كيف ما كتشاهدوا معنا، احنا الان كنتواجدوا في بوابة الصحراء مدينة جلميم. يعني شوفوا الجمالية ديال الجبال الرملية هنا في مدينة جلميم. تبارك الله، الصحراء المغربية مناظر جد جد خلابة. بطبيعة الحال كاين ارتفاع كبير في درجات الحرارة بحكم اننا نحن في الصحراء، الجو تيكون الحرارة كتكون مرتفعة. يعني شتي كيف ما جاتو معنا، يعني حتى السياح الاجانب حتى هما كيجيو باش انهم يستمتعوا بالاجواء ديال الصحراء المغربيه. كما كتشاهدوا معنا حتى النخيل حتى هو في الصحراء المغربية كيكون عنده واحد الجمالية أخرى، بحكم أن الصحراء معروفة بالتمور وبزاف ديال الأمور. خاصة أنها طريق رئيسي، يعني بالنسبة للناس اللي غاديين يخرجوا من الجلميم أو سواء الناس اللي غاديين يدخلوا الجلميم، أنها طريق رئيسية هنايا بمدينة جلميم. يعني احنا كيف ما كتشاهدوا معنا كنت واجد في واحد المنطقة اللي كيف ما كتشاهدوا كلها تقريبا جبال رملية وشجر والنخيل، يعني اطلالة صراحة. هذه هي باش معروفة، والأصالة باش معروفة الصحراء المغربية. مراكش واحد الكامب مراكش هي اللي تربط بين جلميم وتيزنيت. شكرا لك على المعلومة. كيف ما شاهدتوا معنا ان هاد الحساب اللي سميتو مراكش كيقول لنا ان هي اللي كتربط ما بين جلميم وتيزنيت هاد الطريقة هادي. شكرا لك، شكرا على التفاعل ديالك وشكرا على المعلومة. هيا خويا شنو هادي؟ هادي مهمة، الجبال الرملية. رجع شوية الجغرافيا، قرا شوية
الجغرافيا ديال المغرب ديالنا غتلقى ان كاين الجبال الرمليه. آمين. يعني مشاهدينا كنتم معنا من مدينة قلمين بوابة الصحراء، يعني شاهدتم معنا الأجواء في الصحراء المغربية. نتمنى أن هذا البث نكون قربناكم ولو غير شوية من الصحراء المغربية ومن الأجواء ديالها. وهنا مشاهدينا ما بقى لي إلا نودعكم، نتلقاو في بث آخر موضوع آخر، وكنتمنى لكم إن شاء الله جمعة مباركة وبسلام عليكم.